الرابطة الأفريقية لمواهب الصوت APVA والبودكاست رشحت مروة خليل لكونها إنها تمثل مصر في جائزة أفضل صوت فويس أوفر في أفريقيا في جوائز لعام 2023 APVA. مش بس كده، يمكن الرابطة كمان اختارت مروة للمشاركة في جوائزها السنوية لهذا العام في تصنيف الأول كأفضل أداء صوتي روائي توضيحي في إفريقيا، والجائزة الثانية كأفضل صوت إعلاني في القارة السمراء. رشحت الرابطة الأفريقية لمواهب الصوت والبودكاست APVA الفنانة ومؤدية الأصوات مروة خليل لجائزة أفضل صوت فويس أوفر في إفريقيا لعام 2023، حيث اختارت الرابطة الأفريقية لمواهب الصوت والبودكاست ترشيح مروة خليل لجوائزها السنوية لهذا العام في تصنيفين. هكذا تبدو كاميرا التصوير بالرنين المغناطيسي، ربما تشبه سفينة الفضاء أو الغواصة. عالم أثرني بسحره، شدني وابتديت. وتشمل الجائزة الأولى كأفضل أداء صوتي روائي توضيحي في إفريقيا، والجائزة الثانية كأفضل صوت إعلاني في القارة السمراء. وتدخل مروة خليل منافسة الجوائز الإفريقية لهذا العام في مواجهة أكثر من 40 مرشحاً من مختلف دول إفريقيا، منها الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا، في تصنيف جوائز الفويس أوفر. يكمن الحب في كل ما نقدم، يكمن في السر الذي نضعه في جميع عطورنا، يكمن الحب في المكونات التي نعتمد عليها، في عمليات التصنيع التي نقوم بها، ليخلق هالة من المشاعر ويلامس قلوب الجميع. وتشهد مروة خليل مؤخراً حالة انتعاشة فنية في مشوارها الصوتي، خاصة بعد اختيارها من قبل منصة يوتيوب العالمية لتكون الصوت العربي لحملة يوتيوب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023. تأتي هذه الجوائز بعد وصول مروة خليل لمصافي العالمية عقب ترشيحها لجائزتين في جوائز جمعية الصوت وعلومه الأمريكية، وهي جوائز عالمية مشابهة لجوائز الأوسكار الشهيرة لكنها مخصصة لفناني التعليق الصوتي. وترشحت مروة لجائزة أفضل أداء إعلاني عربي للتلفزيون وجائزة أفضل سرد عربي للتلفزيون أو الإنترنت. وشغفي بالصوت؟ لسه مستمر، فخورة أني كنت اختيار كيانات على أعلى مستوى لتمثيلهم بصوتي وأدائي. متحمسة جداً لكل المشاريع اللي جاية. يعني خلونا نرحب بمروة خليل المرشحة لجائزة أفضل صوت في إفريقيا وممثلة مصر في المسابقة. صباح الخير يا مروة. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا يا أحمد، إزاي؟ يعني إيه الحنجرة والصوت ده ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد. ربنا يخليك، والله ده من ذوقك، تسلم. احنا عاوزين الاول قبل يعني ما نبارك لك، عاوزين نسمع منك حاجه كده بصوتك يعني الكرواني ده عن صباح الخير يا مصر. ربنا يخليك، اعمل لنا تنويه كده لصباح الخير يا مصر. طيب خليني اقول لك ايه. احلى صباح على كل المصريين في صباح الخير يا مصر. الله، يعني هو ما فيش صباح احلى من كده يا مروة. ربنا يخليك يا احمد، تسلم. قول لنا بقى طبيعه المسابقه ايه وازاي شاركتي فيها. طيب، هي مسابقة أبفا، هي مسابقة في القارة الأفريقية على مستوى القارة الأفريقية، هي معمولة لكل صناع المحتوى الصوتي سواء كان بودكاست أو فويس أوفر تعليق صوتي يعني، أو السبوكن وورد أو الناس اللي بتعمل أحاديث جماهيرية وكده. الفئات طبعا كل حاجة فيهم. أنا تم ترشيحي فئتين، فئة التعليق الصوتي، فئة أفضل أداء إعلاني، وفئة أفضل سرد. ما شاء الله. وبنافس 4 تقريبا في كل فئة، والأربعة من بلاد مختلفة، من أفريقيا، من كينيا، من الكاميرون، من النيجر. هايل. مروة، صباح الفل عليك الأول. أهلا يا منة، صباح النور. احكي لي حكاية الاستوديو اللي انت فيه ده. انت أنا شايفة استوديو ومايك وحيطان معزولة، في شغل كبير. انت فين؟ أنا في بيتنا عادي. إيه الحكاية؟ عاملة إيه في البيت؟ عاملة كده ركن صغير علشان التسجيل، فمزبطة بقى يعني بحيث يبقى جودة التسجيل فيه. احنا سامعين الكلاريتي بتاعت الصوت هايلة، وسامعين الصوت ما شاء الله بوضوح شديد. فكرة ان انت اصلا تعملي استوديو صغير كده في البيت دي ليه؟ علشان الحقيقة ان انا يعني احنا من طبيعة شغلنا ان احنا بنعمل حاجة اسمها اوديشنز. طبعا. فبيجي لنا مشاريع وبنقدم عليها تجارب اداء،
مش بنعملها على الموبايل عادي، انت كبرتي المواضيع. عشان تطلع بكواليتي كويسه بنحتاج ان احنا نسجلها يعني بادوات احترافيه. تمام. طيب مروه، عاوز اعرف منك بقى يعني بدايه الطريق والقصه. مفيش نجاح بيجي بشكل سهل، مفيش نجاح بيجي وبيكون يعني ممهد الطريق ومفروش له السجاده الحمراء زي ما بيقولوا كده من اوله. اعتقد في شقه وفي تعب. كلميني، دخلتي الموضوع ازاي؟ فكره الفويس اوفر، التدريبات اللي دخلتي عليها، احكي لنا القصه كده. هو الموضوع بدا يعني من زمان قوي، ووقف حبه ورجع تاني. يعني هو مش من زمان قوي يا مروه، انت صغيره برضو لسه يعني. يعني ماشي. من اول ما اتخرجت كنت عارفه ان انا مش حابه انا كنت متخرجه من هندسه، وكنت عارفه ان انا مش حابه الهندسه، مش حابه ان انا اشتغل بيه. ومع ذلك استجبت الضغط المجتمعي وقلت اجرب. لحظه بس، عشان هنا دي رساله لكل طلاب الثانويه العامه اللي دلوقتي امام يعني طريق مفصلي. انت خريجه هندسه ولكن انت قررت ان انت تشتغلي حاجه تانية خالص، فالموضوع يروحوا للي هم حابينه من البدايه. يا ريت. يعني انا من تاني سنه وانا كنت عايزه احول من الكليه، لكن انت عارف بقى يعني فكره ان انت دخلتي هندسه ازاي تسيبيها كانت حاجه مش سهله. فقلت خلاص يعني هكمل الدراسه وبعد كده اشوف حالي بقى هعمل ايه. فبعد ما اتخرجت كنت متاكده انا مش عايزه اشتغل بالهندسه، بس ما كنتش عارفه انا عايزه اشتغل ايه. يمكن كنت عارفه ان انا عندي بعض الميول الاعلاميه، بس ايه بالظبط ما اعرفش، مش محدده الطريق. بالظبط. فدرست حبة إعلام في جامعة القاهرة، وبعد كده درست فويس كوتشنج وريبورتينج في الجامعة. كده رحت دربت كمراسلة لأحد برامج التوك شو الشهيرة وقتها، وبعدين سافرت وانشغلت شوية مع ولادي. أنا خلفت ولاد بينهم ولدين وبنت، يعني مسافات مش كبيرة. ربنا يخليك. فانشغلت معاهم حبة، لكن فضل جوايا حاجة ان انا لسه عايزه ادور انا حابه اعمل ايه، وبرده زي ما قلت لك ميولي اكتر في الناحيه الاعلاميه. عملت بودكاست بحكي فيه عن التربيه والولاد والكلام ده. وبعدين بعد ما عملت البودكاست، عشان اعمل البودكاست اشتريت مايكروفون كده صغير في البيت، فجوزي بدا يقترح عليا ان هو بيسمع كتب صوتيه وحاجات كده، فقال لي تمام على موضوع كتب صوتيه يمكن يطلع لطيف. يعني كان زوجك هو داعم وشريك ليكي في النجاح بصراحه من اول مشوار. يعني حتى الدبلومه بتاعه الجامعه الامريكيه كان هو اللي قايل لي عليها. هو طول الوقت بيدور معايا ايه اللي ممكن. خلي بالك انا عاوز اقول لك على حاجه، ان منى الشرقاوي هي دكتوره في كليه اعلام برضو. كنت ما شاء الله. كنت ما شاء الله. فكره بقى ان انت بتعملي نفس الحاجه مش بعيد برضو يا مروه. انا حاسه ان انت يا باشمهندس يعني بتعملي فويس اوفر ولها علاقات بالصوت، وانت مهندسه فبرضو عارفه التفاصيل الصغيره بتاعه التسجيل بيحصل ازاي. اعتقد انها مش بعيد قوي، او انت قدرتي تطوعي دراستك بشكل او باخر انها تخدمك في المجال اللي انت حباه. هي يمكن يمن خدمت في حته ان هي ساعدتني شويه في ترتيب تفكيري في دماغي، في ان انا ازاي اعمل سيرش وادور على الحاجات وكده. لكن انا دراستي كانت قسم كهرباء، وكانت مختصه اكتر في فكره توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، فما كانش ليها علاقه قوي بفكره الصوت. اتعلمت الموضوع ده من اوله خالص. يعني انا اول ما بدات في الموضوع بدات مع احدى المنصات العالميه كانت بتعمل لونشنج في المنطقه العربيه اسمه جريفي فور ذا برين، والبلاتفورم ده انا انضميت ليه وبدات اتعلم على ايد اساتذه كبار في مصر وبره مصر، في كندا وامريكا ونيوزيلاند ويوكي. وبدات اتعلم الموضوع كله بقى من البدايه، ازاي اسجل وازاي اعمل تحرير لصوتي، ازاي ادي، ازاي اعرف طبقات صوتي، انهي طبقه ملائمه لانهي اداء. كل الحاجات دي بدات اتدرب عليها. وكنت بقى مثلا في اول ما بدات كان الموضوع عجبني قوي، يعني كنتش اعرفه، كان جديد بالنسبه لي. فكنت ممكن اقعد 9 ساعات في المكان اللي بسجل فيه ده منهمكه، ما يعني ما يفصلنيش اي حاجه وما افكرش في اي حاجه ثانيه. ممكن في بعض الايام كنت بوصل الايام بعض علشان اجهز عيناتي وحاجاتي عشان الويب سايت بتاعي علشان خاطر ابدا البيزنس بتاعي. تعلمت طبعا بيزنس سايت كمان وهكذا. فالموضوع كان متعب واخد وقت وفلوس واستثمار وكل حاجه، لكن وخد منك مثابره وخد منك سعي وخد منك ان انت اطلعتي كتير جدا عشان تعرفي ايه اللي انت محتاجاه، عشان تعرفي تشتغلي على نفسك، عشان تعرفي توصلي انك تترشحي للمسابقه
قولي لي بقى، لما ترشحتي المسابقة على مستوى أفريقيا ولما عرفتي إن أنت بتمثلي مصر كلها في المسابقة، صرفتي إزاي؟ عملتي إيه؟ إلا يعني احكي لي بقى التفاصيل. تمام. هي دي تاني مسابقة اترشح فيها. انا ترشحت قبل كده لمسابقة فويس ارتس اووردز او جوائز جمعية فنون الصوت وعلومه الامريكية، وكان الاحتفال بالمرشحين في هوليوود شهر 12 اللي فات ورحت حضرته. فدي كانت اول تجربة ليا في موضوع الترشيح. وكانت الحقيقه برضو انا كنت الفويس ارتس اووردز انا اللي بقدم عليها، يعني انا بقدم بعض الاعمال اللي انا حاسه ان هي ممكن تنافس، وبعد كده بيبدا يطلع لجنه حكام ويبداوا يصفوا الاعمال ويختاروا 5 مرشحين اللي هم توب 5، بيعملوا لهم الحفله ويختاروا منهم الوينر. ف كانت برضو ساعه ما عرفت الترشيح كان بالنسبه لي مفاجاه، وكانت حاجه مبهجه جدا ومختلفه. بعد كده ابفا الحقيقه ترشحت لها، كانت برضو مفاجاه حلوه جدا ان انا ابقى بنافس في القاره السمراء على جوائز للصوت وابقى بمثل مصر في بعض الفئات، وانتم اخرين مصريين كمان ممثلين لمصر في فئات اخرى، فان شاء الله باذن الله يعني نرفع اسم مصر باذن الله في افريقيا وفي العالم كله. دايما يا رب. انت رفعت اسم مصر خلاص يا ربنا يخليك يا احمد، والله ده طيب. من ذوقك تسلم. يعني احنا في قسمين تم اختيارك فيهم، انك افضل اداء صوتي روائي توضيحي في افريقيا، والجائزه الثانيه كافضل صوت اعلاني يعني برضو في افريقيا. ازاي اللي انت قدرتي اللي انت تجمعي ما بين الموهبه في الاداء في الطريقتين والحريه والطلاقه في يعني برضو هذه الاداء او هذا الاداء الصوتي بشكل كبير؟ هل ده كان تركيزك في البدايه؟ وازاي برضو قدرت اللي انت تتنوعي ما بين القسمين؟ هو الحقيقه التدريب هو اكتر حاجه. انا اول ما بدات التدريب كنتش متخيله ان انا مثلا هيبقى موضوع الاعلانات ده لذيذ بالنسبه لي، لكن لما بدات اتدرب عليه حبيته جدا، وحسيت ان هو ده الحاجه اللي انا بقدر اطلع فيها الابداع واقدر اطلع فيها حاجات والعب بصوتي واعمل يعني مختلف. حبيته. العب بصوتي دي ما بيقولهاش غير حد متمكن عشان تبقي فاهمه. هي الفكره كلها في التدريب وفكره انك تبقى حاسس الكلام اللي انت بتقوله. نعم. وبتحكيه اكتر من انك بتقوله. وفكره انك تتواصل مع الناس بالصوت. لان بس الناس سامعاك مش شايفاك، فدي حاجه فيها سن التحدي صغير، انك تبقى حاسس ان انت بتكلم حد بجد، يعني انت مش قاعد بتكلم المايك بس. صحيح. لا، انت بتكلم ناس فعلا، بتكلم اصحابك، بتكلم حبايبك، عايشه المود اللي انت موجوده لازم فيه. تعيش النص. صح. علشان تقدر تعبر عنه بصدق وبحقيقيه. طيب كلمينا عن النتيجه بقى، امتى هتظهر النتيجه؟ هو الحقيقه أبفا ليهم طريقه مختلفه شويه في التحكيم، فهم كانوا فاتحين باب التصويت للاسف اتقفل من كام يوم. وكانوا عاملين نسبه 30 70، 30% تصويت 70% للتحكيم. فالمفروض ان الاعمال بقى بتبدا تتعرض على لجنه التحكيم بعد ما باب التصويت اتقفل، وهتعلن النتيجه ان شاء الله في شهر سبتمبر باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وتكون يعني الاولى والحائزه على اللقب باذن الله. يعني لازم ولاد بلدنا يشرفونا بقى ويرفعونا. لازم مصر تفوز في فئه من الفئات ان شاء الله. اكيد باذن الله. لا احنا طماعين الفئتين باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق طبعا لزمايلي المصريين في الفئات الاخرى. ان شاء الله دايما. كل الشكر ليكي مروه خليل، المرشحه لجائزه افضل صوت فويس اوفر في افريقيا وممثله مصر في المسابقه. بالتوفيق ان شاء الله.